حقيقة عايز أروح لخبر عن الأجهزة الأمنية قامت بضبط 121 قطعة أثرية داخل شقة أجنبي بالزمالك. الـ 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 الضبطية دي قوية جدا، يعني واحد يعني دي تجارة آثار واضحة قاعد في الزمالك عنده 121 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، منها 86 قطعة ترجع للحضارة المصرية في عصور مختلفة. لابد هنا أن الحقيقة طبعا مش بس كده، ده وجدوا فيه 2 طبانجة ومسدس و3 خزن طبانجة و22 طلقة نارية و3 أجهزة لابتوب وأجهزة تابلت. هذا الرجل كان مطلوب ضبطه منذ فترة، هذا الأجنبي، والحقيقة قوات الشرطة قدرت انها بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الآثار قدرت انها تصل له وان تضبط كل هذا الكم من الآثار في شقته. انا بعتبر دي عملية أمنية متميزة متفردة من طراز فريد يحسب ليها او تحسب لرجال الشرطة. الحقيقة برضو عايز أثني على إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية لأنهم تواصلوا معنا امبارح علشان ياخدوا أرقام المواطنين اللي اشتكوا من بعض الأشياء اللي كانوا عايزين فيها تدخل الشرطة. وأنا برضو عايز أشكر مركز شرطة دمنهور بحيرة لأنهم المواطن اللي اشتكى من أنه اتضرب من مدير مدرسة المأمور الاسم بعت له وخد له حقه و